أهلا بكم. لماذا القلق بشأن تراجع أسعار النفط العالمية تحديدا؟ نتحدث عن برنت، ولماذا التهاوي إلى مستويات 85 دولار والتكهن قريبا بأن تصل إلى 80 وربما أقل؟ يجب أن نضع في الحسبان هذه المرة القطبين الرئيسيين اللذان يتحكمان في هذه الأسعار، ونتحدث اليوم عن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية. تكامل الحاضر تنافر المستقبل، نعني بذلك بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد دخلت في سبعينيات القرن الماضي إلى المملكة العربية السعودية وقدمت شركات بترولية للاستكشاف والتنقيب للنفط، ولكنها تضمن مستقبلها بأن لا تعتمد على المملكة العربية السعودية بأن تكون المنتج الأول في العالم. التخوف اليوم بأن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت المنتج الأول، وتتحدى هذه المرة المملكة العربية السعودية بمستوى إنتاجها من النفط، والذي سيشكل ربما تحد بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. القلق هو أن الاقتصادات الخليجية تحديدا ربطت موازناتها على سعر خاص لبرميل النفط، وتحديدا نتحدث عن تكلفة تستطيع أن تغطي جزء منها، تكلفة الاستخراج، التنقيب والإنتاج والنقل، ومن ثم رواتب الموظفين، ومن بعد ذلك تحقيق الربحية. كم يكلف برميل النفط على هذه الموازنات؟ وفي نهاية الميزانيات هل هنالك خسارة أم فائض؟ نقف على الحقائق هذه المرة لعام 2014، لأنه في تخبط وتكهن بأسعار نفط أقل كثيرا من التي وضعت على هذه الموازنات. إيران هي الأكثر تأثرا. إيران تتجاوز، طبعا إحنا نتحدث عن سعر اليوم لبرميل النفط على 85 دولار. هذا الخط الفاصل هو خط 85 دولار. من بعد ذلك إيران تتجاوز بخسارة، وبرميل النفط عندها على 140، التكلفة والتغطية بالإنفاق الحكومي. لدينا فنزويلا على 121 دولار، ومعنى ذلك أنه حتى لا تحقق البريك إيفن بوينت برايس للأويل، وبالتالي ستحتاج أن تقترض ربما من احتياطاتها أو من بنوكها الداخلية للإنفاق الحكومي وكذلك لتغطية الرواتب. لدينا الجزائر 121 دولار. أذكر كل ما كانت الدول بعيدة عن تسويق نفطها ستتكلف أكثر. الإكوادور، العراق 106. إذن من الأقل هذه المرة والمستفيد؟ لدينا أنغولا 98 دولار، السعودية 93. يعني البريك إيفن بوينت أو نقطة التعادل على السعودية تحقق هامش ربحي محدود. ليبيا 90، الكويت 75، قطر هي المستفيد الأكبر بربحية بفارق يصل إلى 15 دولار عن سعر اليوم. يعني حتى سعر 65 دولار قطر هي رابحة، والتأثير سيبدأ بين الكويت إلى ليبيا والسعودية. السعودية تحديدا، لماذا سعر 93 دولار لديها سيشكل تحدي، ومتى ستنتقل إلى مرحلة الخسائر؟ يقال أنه حتى 40 دولار هي محمية. إذن نفند هذه، أو دعونا نقف إلى تفاصيل هذه التغطية. لحد 10 و20 دولار هي تكلفة الاكتشافات والاستخراج والإنتاج، الشحن والنقل لبرميل النفط الواحد، كذلك مصروفات شركة أرامكو الأخرى من تكرير وغاز. أذكر بعدها عندنا 30 دولار تذهب لسداد رواتب موظفي الحكومة. عندنا حتى الآن 60 دولار تم تغطيتها. لغاية 60 دولار السعودية مغطية كل تكاليف الاستخراج والنقل والرواتب. 30 دولار بعد هيك عندنا مشاريع حكومية. أي ممكن لغاية 90 دولار إذا تراجع سعر النفط نتابع، ستضطر الحكومة السعودية أن تخفض من إنفاقها على المشاريع. أي أن المالية السعودية إذا لم تبيع النفط ب 70 أو 80 دولار ستخسر أو تخفض من المشاريع، وستقترض بجميع الأحوال سواء من احتياطاتها أو من البنوك. ماذا عن نوعية هذه النفط؟ وأيها الأكثر تكلفة على دولها؟ كل النفط طبعا ليست بذات النوعية، وكذلك لا ننسى موضوع الإنتاج، يعني المبيعات والإنتاج هي التي ستؤثر لدينا أيضا على السعر. الأسعار من الأسفل وإلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تتحدى اليوم السعودية وتقول أن لديها إنتاج فائض من النفط. نوعية نفطها مختلفة، هو النفط الصخري وهو الأكثر تكلفة، يصل إلى 90 دولار للبرميل بحسب المكمن. طبعا يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، أيضا السعودية تقوم باستخراج هذا النوع
من النفط. النفط الرملي في كندا تكلفته تقريبا 80 دولار، المياه العميقة في أمريكا، البرازيل، إفريقيا حدود 80 دولار، أنواع النفط الأخرى في المكسيك 60 دولار عندهم التكلفة. نتابع أيضا خاصة في الخليج نوعية النفط، طبعا عندك ليبيا هو نفط ثقيل حدود 50 دولار بكلف، الصين عندنا 50، روسيا تقريبا نفس المعادلة 40 دولار للسعودية والشرق الأوسط، يعني لغاية 40 دولار نحن محميين. لا تخوف من مستوى 80 دولار إلا إذا كنا نطمح إلى توسع هذه المرة في المشاريع الإنفاق الحكومي، وهذا ما تحتاجه الدول الخليجية أن تقلل نوعا ما من اعتمادها الكلي على النفط لأن يكون الإيراد الوحيد على الناتج القومي الإجمالي أو المحلي الإجمالي وتتنوع في استثماراتها الأخرى. حتى سعر 40 دولار الخليج محمي، وحتى 80 دولار مستوى الإنفاق الحكومي على المشاريع أيضا محمي.